إلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز تقع قرية المرزح ضمن مديرية صبري الموادم. هنا حيث تدور تفاصيل حكاية المصير المجهول لعشرات من شباب المنطقة الذين جرى استقطابهم من قبل سماسرة من تعز يعملون لحساب شبكة تجنيد الشباب في قوات التحالف، حيث ينخرطون للقتال في الحد الجنوبي السعودي بغرض الدفاع عن المملكة. انطلقت مجموعات من هذه القرية، قرية المرزوح، إلى الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية لسبب ظروفهم المعيشية الذي أجبرتهم على الانتقال إلى هذا الحد ليأخذوا ليحسنوا وضعهم المعيشي. فمنهم من قتل في السنين الماضية ومنهم من جرح، وفي هذه الطامة الكبرى التي حدثت في لواء فتح يعني الذي ما زالوا مفقودين إلى حد الآن من هذه القرية 13 شخص لا نعرف مصيرهم، مصيرهم مجهول. الحاج حسن علي يروي التفاصيل الأولى لذهاب ولده عبد القادر مع زملائه للقتال ضمن لواء الفتح التابع للقوات السعودية. الأمر ذاته أيضا الذي استغلته قوات التحالف للزج بالمئات من شباب تعز في معارك استنزافية، حيث تؤكد المعلومات اختفاء مئات الشباب منذ اندلاع الحرب، لكن لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن بالأعداد أو مصيرهم. كما أن المعركة الأخيرة في وادي الأبو جبارة في مديرية كتاف التي تم فيها حصار لواء الفتح من قبل ميليشيات الحوثي غيبت العديد منهم، فيما لا يعلم أهاليهم عن مصيرهم شيئا، خصوصا مع تجاهل القوات الحكومية لنداءاتهم. أنا ابني سار الحدود، يعني يجري بعد رزقه، يعلم الله كيف حالته، إنه حي، إنه ميت، إنه مخطوف، إنه مؤتسر، إنه والذي يعني وصلته لهناك يعني الظروف المعيشية. وبعد الله نسمع عنه أي كلام، لا يتواصل معنا ولا نتواصل معه. بلاد وبتعز ولا يعني ظروفنا سيئة، فهم الذي احتاجوا خرجوا إلى البق، ولا إذا كانوا هم يشتغلوا هنا هل يروحوا البق؟ لا مش يروحوش، يروحوا الذي هم محتاجين، يلا ويحصل له لقمة العيش. مش لا راح يقاتل ولا راح أنشي ولا نيته على حاجة، نيته إنه يوفر له لوجه لقمة العيش. إلى جوار هذه المديرية تسجل باقي مديريات المحافظة كجبل حبشي والتربة والتعزية والقاهرة وصالة والمظفر ومشرع وحدنان قوائم لمئات الشباب الذين جرى تجنيدهم بطريقة غير نظامية والزج بهم في حرم لا تمثل اليمن كما يقول البعض هنا، حيث تبقى معارك الحدود السعودية اليمنية محارقا التهمت اليمنيين مقابل مبالغ مالية اشتروا فيها الموت لتعيش السعودية التي تخوض حربا في اليمن منذ 5 سنوات تقول أنها تهدف لإعادة الشرعية، بينما يجري استنزاف اليمن أرضا وإنسانا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.